هنا احنا عبر المنزل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما بعد سيكوريتي غاز جانب الصيانه اللي هو ضروري جدا جدا. نحيطكم علما باللي هاد لي جرين هاد اللي تشريها جديده راح يكون فيها عيوب في الثقوب بسبب ما كانش ينطري بون بريسيزيون في المولاج تاع الثقيب، بحيث كي تجيبها جديده تشوفها ديرها في لوميير تشوف كاين ثقوب اللي متقوبين بطريقه جيده وكاين مناطق قاعد فيهم لو ديفو، قاعد فيهم لو ديشي هذاك تاع البلاستيك ما تنتقبش مليح. اذا انت نهار تجيب لاكري هذه جديده تشريها سعرها زاهد جدا 40 دينار، شوف وين المولاج فيه ديفو قاعد فيه لي ديفو تاع البلاستيك ما تنتقبش مليح، تقبو انت بيدك هذا نهار تجيبو تستاليه. اما في كل سنه لابد تفقده، لابد غسله جيدا، نحي تراكم الغبار، واستعمل فرشاة لتنظيفه باش تنحي السبك، لان ما يخفلكش باللي في الكوزينه كاين الظاهره تاع السبك، لو فينومين تاع السبك لاغريس تمشي مع الهواء تاع الكوزينه، مع 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 الفريت، مع القليان، مع كذا تمشي تخرج من هاد لي باروا هادو. اذا التراكمات تاع الشحوم تاع الزيوت مع الوقت راح يدير لك ان بوشون يتبوشها لك وانت على خبر. اذا مرة واحدة في السنة يكفي بما فيه الكفاية تنظيفها جيدا وإعادتها إلى مكانها المخصص اللي هي في هذاك الثقب. كذلك نفس الشيء نهار اللي دير لي طرافو تجيب بانتر يخدم لك في الكوزينة. ثاني يكون يصبغ في الحيط بالك يقيسها بلو بانتر. دائما مور عملية صبغ أو طلاء المطبخ لا دائما عند نهاية الأشغال تفقد لي باروا والثقوب هادو هل هما مفتوحين بطريقة جيدة لتهوية وإبعادنا على خطر أحادي أكسيد الكربون وخطر تسربات الغاز، هذا ضروري جدا جدا. أما كي تشريها جديدة كذلك يكونوا فيها لي ديفو تاع لي ديشي تاع البلاستيك باش راح تكون متقوبين كامل 100%، كاين بلايص متقوبين كاين بلايص تلقى فيهم لي ديشي، هذوك لي ديشي يمكنك تفقدها بالعين المجرده هكذا في عضو وين تشوف بلي الثقوب ما راهيش جيده، كمل افتحها نتايا هكذا. وكل هذا حفاظا على سلامتنا وسلامه ابناؤنا واطفالنا واسرنا من اخطار تسربات الغاز. اذا اعجبكم هذا الفيديو فضلا وليس امرا شجعنا بالضغط على زر اعجاب واشترك في قناه عبد الهادي قدور الصيانه والبريكولاج اون جينيرال. عفوا سلام في أمان الله.